بالتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من فيينا الاعلامي والصحفي العراقي الاستاذ زياد السنجري. اهلا بكم الى استوديو رافدين استاذ زياد. اهلا وسهلا خير عليكم وعلى مشاهدي قناه الرافد. حياكم الله. لجنه الاقتصاد النيابيه تقول بان احزاب وشخصيات تستحوذ على المشاريع الاستثماريه، في حين تتحدث الرقابه الماليه عن هدر حوالي تريليون دينار من خلال مشاريع الاستثمار المهميه. كيف ترى المنظومة القانونية والرقابية في هذا الفساد؟ بكل تأكيد أن الفساد المستشري في العراق وخاصة المتجذر بعد 2003 أخذ منحا كبير بحيث تصدر العراق الدول أكثر فسادا في العالم، وهذا الأمر لا يخفي على الجميع، علما بأن المنظمات التي تأخذ هذا المنظار أو هذه المقارنات أو هذه الدراسات هي منظمات عالمية وليست منظمات سياسية، وإنما منظمات معنية بالفساد تحديدا والنزاهة والشفافية. فالعراق الحقيقة من الدول الأكثر فسادا في العالم، كما أن الدور الرقابي والدور القضائي لا الحقيقة لا يقل فسادا عن تلك المؤسسات الدولة والوزارات والدوائر القدمية في العراق. فكلنا يعلم بأن القضاء الحقيقة بطريقة أو بأخرى مخترق، وكذلك الجهات الرقابية التي تأخذ نسبها. العراق عبارة عن بنك يقوم مجموعة من اللصوص بسرقته نهار جهارا في وضح النهار وأمام مرأى الجميع، عبر كتل وأحزاب وشخصيات سياسية. ولذلك نجد بأن المعلومات المتوفرة لدينا معلومات خطيرة جدا، فقد ذكر في أحد التقارير لديكم عن أن في دولة الجيك شركات وهمية تقوم في تبييض الأموال في تلك العصابات واللصوص، وعقد عقود مع إبرام عقود مع وزارة النفط لقطع غيار الحقيقه رديئه المنشا ومضروبه من الهند وروسيا. وهذه الشركات هي شركات وهميه، ولكن هي عمليه تبييض الاموال وغسل الاموال عن طريق دوله الجيك في اوروبا وعدد من الدول الاخرى. وهناك شخصيات متنفذه في الدوله، شخصيات سياسيه معروفه تزور الجيك وتنشئ لها مراكز، وهذه المراكز بحجة أنها دينية، ولكن وظيفتها الرئيسية هي غسل الأموال ودعم الميليشيات في العراق والعصابات الخارجة عن القانون باسم المرجعيات الدينية، حيث وصلتنا صور ووصلتنا وثائق ومعلومات خطيرة جدا عن هذا الأمر. نعم أستاذ زياد، يعني مجلة جلوبال فاينانس في تقرير لها تقول بأن الموازنة تقتصر على تشغيل المؤسسات ودفع رواتب الموظفين، إذا تلك الموازنة الانفجارية لتلك الدولة النفطية، أين تذهب موارد هذه الدولة؟ الكل يعلم بأن هناك 1000 مليار تريليون دولار مختفي من العراق، وهذا ما يعادل ميزانية دول كبرى وعظمى على مستوى العالم. نعلم جيدا بأن الميزانيات العراق في السنوات الأخيرة ميزانيات تجارية تعادل قيمة مجموعة 4 أو 5 دول من دول الجوار بالعراق، ولكن لا يوجد في العراق شيء ملموس، لا يوجد خدمات، لا يوجد ماء، لا يوجد كهرباء، لا يوجد تعليم، لا يوجد صحة. نعلم جيدا بأن ملفات الفساد في العراق كثيرة وكثيرة وفي شتى دوائر الدولة، لذلك نجد بأن الكل يعمل من أجل نهب العراق وسرقة أموال العراق وشعب العراق، وهذا ما يرفضه العراقيون إذا كانوا في الموصل أو في البصرة. نجد بأن البصرة المدينة النفطية التي تعوم على بحر من النفط لا يوجد فيها أي خدمات. الحقيقة الطبقة السياسية واللصوص الموجودين الآن في الحكم هم عادلون في سرقة جميع فئات الشعب العراقي بسنته وشيعته وحتى كرده. فهناك الفساد مستشري في كل دول العراق وفي كل محافظات العراق، وربما أقلهم في المحافظات الشمالية التابعة لإقليم كردستان، ولكن هذا لا يعني بأن السرقات موجودة من قبل كل الأحزاب الموجودة المتنفذة في السلطة حاليا. نعم، كيف يتم التلاعب بهذه الموارد في الداخل والخارج أستاذ زياد؟ أعطيك مثال، هنا في أوروبا يقومون بعقد صفقة سلاح
أو صفقة مواد احتياطية أو قطع غيار قيمة الصفقة 70,000 دولار مثلا أو 70,000 يورو، تسجل 700,000 يورو، وهكذا دواليب. إذا العمليات السرقة منظمة ومنهجة، تجد هذه الشركة تقوم بصفقة واحدة أو صفقتين وتقوم بغلقها وفتح شركة جديدة. وكل الشركات الموجودة الآن التي تتعامل مع العراق تتعامل بناء على وبناء على النسب، وهذه موجودة منذ 2004 تحديدا ولحد الآن موجودة هذه النسب وهذه السرقات. هذه السرقات سنها المحتل الأمريكي، فقد تعامل مع بعض الشخصيات واستمرت ولحد الآن مستمرة. كذلك حزب الدعوة وبقية الأحزاب والشركات التي تمتلك مكاتب اقتصادية تحتاج إلى تمويل، هذه الأحزاب تريد أن تشارك في العملية السياسية وتضخ أموالا للشعب. كيف ذلك؟ عن طريق السرقة، سرقة الشعب، زين، وإبرام العقود الوهمية واستيراد البضائع الرديئة جدا من مختلف دول العالم ومن دولة السيك مساند على ذلك. الأستاذ زياد السنجري الإعلامي وصحفي العراقي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.